حالياً اللوحات الصغيرة اللي صاروا عندنا 7 لوحات، وإذا بتلاحظون كل واحدة عندها أخت تشبهها إلا هاللوحة. يلا نسوي أختهم الثامنة. ببدي بالأبيض والبحري، بحطه هني. الحين بخلط هني أبيض أزرق وشوي أخضر. اللون اللي طلع باخده بحطه هني، بسوي غيوم بهالشكل كأنها جبل. باخذ أخضر بأصغر فرشاة وبحطه هني، بنزل شوي من هاللون وبحط منه هني بهالطريقة، بسوي نفس الضربات. وهني بحط أبيض، بأصغر فرشاة برد آخذ أخضر وبرسم هني سعفة نخلة. نواصل، سوي أوراق السعفة، خل بحط هني سعفة ثانية وواحدة هني بعد. آخر شي بحط بني حول اللوحة. خلاص، ايش رايكم فيها؟ احس فكرتها جديده صراحه بالنسبه للوحاتي، اول مره اسوي موج بحر. وهذا الكولكشن اللي حاليا عندنا، قولوا لي ايش رايكم فيهم وشنو تبون نسوي بعد.